مرة أخرى للفريق العراقي. هذه بتحت الثقة، هذه بتحت الروح. ويونس يوقف، ويونس يضرب، ويونس مرة أولى مرة ثانية، وهمامه جول. همامه مش معقول، يتعاطف مع الصقور. الله، من هالكورة لم أشاهدها يوم، لم أعلق عليها يوم، لم أحظى برؤيتها يوم وبمشاهدتها يوم. كيف ترفضين العراق أيها الجلد المدور؟ كيف رفضتيهم في ثلاث مرات من عارضات ثلاث؟ هذه العارضة الأولى، وهذه الركلة الثانية، وهنا الفراد الرائع من وليد. هنا يأتي على الخط همام. مش ممكن، مش معقول. ادخل يا كورة.